زانت أوقات المشتركين في البرنامج بعد ما أنجزوا المهمة الأولى لهم اللي هي تسجيل أغانيهم الخاصة، والجو على قد ما هو مشحون من التصفيات إلا أنهم لسه ينطربون ويطربوننا معهم وهم مجتمعين في المقر. يوم جديد وكالعادة نزلنا نبدأ يومنا بالغناء، ما فهمش غير من غنية زينب نبدأ بها نهار. إيه رأيك تغني غنيتك نديرها بعد؟ قلب نفرفشها شوي. يلا ترى نغنيها ب هداوة. هداوة هداوة، هو ده الهداوة. هداوة كسرت فيها. لا تمام خلاص، هو ما مشتكاش. نغني أغنيتي بس بطريقة مختلفة. قولي.